دكتور غادة، يعني بداية نفسية الشخص اللي بيتلقى رشوة أو بيمرر حياته عن طريق الفساد والتحايل والفهلوة يعني نقدر نحللها إزاي أو نقول إنه في أشياء أدت إلى هذا؟ إيه رأي حضرتك؟ يعني أنا يعني لا أعتقد إن أنا طبعاً فساد يعني جريمة، أي يعني كلنا نتفق على هذا الأمر، أي قد تكون جريمة تصل إلى أن تكون جريمة جنائية، ولكنها جريمة أخلاقية وجريمة في حق المجتمع صحيح بشكل رئيسي، وكمان جريمة في حق البشر نفسهم. يعني أنا لما يكون عندي ممارسات يعني غير أخلاقية، أي أو ممارسات تؤدي إلى ضياع فرص أو تؤدي إلى الانتقاص من الموارد اللي هي أصلا بتكون نادرة، فده بينتقص من فرص حد آخر، وبالتالي بينتقص من موارد حد آخر، فبيحدث شكل من أشكال عدم العدالة في المجتمع. صحيح. والحنق والإحباط، وبيثبط الهمم والعزيمة وتقليب الرأي العام بقى بالزبط. على النظام، وكأن النظام طبعا. متعامل. عارف حضرتك قصة الجاسوس الروسي؟ لا اللي هو الراجل اللي قالوا له انت بتتجسس، فانت سوري، هو راح قال انا جاسوس، راجل لواء في الجيش الروسي ايام روسيا المتحده، فقالوا له جاسوس انت بتستعبط، عمرك ما خرجت بره البلد اصلا. قال لهم انا بقالي 30 سنه ما بعملش غير حاجه واحده بس، وفي مقابلها تاتيني اموال في حسابي في البنك، ان انا بعين اسوأ المتقدمين لكل وظيفه. هذا الرجل الغير المناسب في الوظيفه بالزبط المناسبه. بالظبط كده. فده فعلا كلام حضرتك مظبوط، ده ضياع فرص وعدم تكافؤ. وفي نفس الوقت حضرتك بيعمل خلل في المجتمع نفسه، نفسية اللي حضرتك اتكلمت عن النفسية، تمام، فبيخلي الناس يعني نفسيتها أو يعني شعورها بالتعاون مع بعضها البعض حقيقي ضعيف، يمكن يكاد يكون غير موجود، لأن كل واحد بيحب يقتنص الفرصة اللي هو حرم منها، ومن ثم يستطيع حتى يقتنص تلك الفرصة ممكن إن هو يؤتي بالعديد من الأعمال والخطوات اللي تحقق له إن هو ياخد تلك الفرصة، ومن ضمنها قد تكون ممارسات فساد زي وساطة، رشوة، وهكذا. فطبعا أنا عجبني قوي المدخل الإنساني اللي حضرتك، يعني الواحد بيتوقع أنه أستاذ اقتصاد وعلوم سياسية وخبير مكافحة فساد ونظم حوكمة، حاجات كلها ماترياليستيك ممسوكة، لكن الفينومينا أو فلسفة الأمر دي بيصل إليها الكبار، أنه إيه اللي بيخلي الواحد يعمل كده؟ إيه اللي يخليه يروح يتكلم في ودن مديره على زميله ويقول له أصل فلان بيقول، عشان يبقى المدير صاحبه ويمنع عن التاني ده حاجة ويشوه صورته، ولو في بقى زي ما حضرتك بتقولي مكافأة أو ميزة طبعا تبقى من حقه. دي نقط في رأيي شديدة الأهمية. الحق، فكرة الحق، لأن إحنا عندنا كل واحد عنده يعني يعتقد إنه هو أكيد، يعني كلنا عندنا يعني لدينا حقوق في إن إحنا يكون عندنا موارد، نستطيع إن إحنا نحصل على الخدمات، نقدر إن إحنا بالكفاءة والجدارة نصل إلى المناصب أو نصل إلى المراكز اللي إحنا نريدها، ولكن ده لابد أن يتوافر للجميع وعلى قدم المساواة. صحيح. وليس من خلال التمييز. فالموضوع الفساد هو ظاهرة مجتمعية، فبالتالي هي موجودة مع كل المجتمعات الإنسانية وستظل. حتى حضرتك لو داخلين على عصر الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي هتلاقي فيه فساد برضو، لكن النسبة بقى يا دكتور، والله حضرتك يعني النسبة اللي بتترجم قدرة النظام على تحجيم هذا الفساد لأقصى درجة من التحجيم. طبعا أكيد، لأن في دول حضرتك إحنا ما بندرس المؤشرات وبندرس التقارير الدولية، تمام، بندرس الدول دي عملت إيه، ودايما هي في صدارة الربع الأول، الربع الأول من عدد الدول. هتلاقي حضرتك دول ثابتة في إن المؤشر بتاعها مرتفع جدا في مكافحة الفساد. زي إيه كده؟ زي أي دولة ولا زي بتعمل إيه؟ لا زي أي دولة. دولة؟ لا زي بتعمل إيه؟ ده هو ده اللي هناخده بالتفصيل. دولة مثلا إحنا عندنا زي مثلا أحب أجيب دايما في كوريا الجنوبية. سنغافورة. تمام. بس كوريا الجنوبية دي وماليزيا. بسبب الحكم العسكري اللي هو بتاع، يعني اللي كان بيقولوا أيام في روسيا كان لينين اللي ما بيقفش في الطابور بيعدمه،
لا ده كوريا الشمالية، كوريا الجنوبية. يعني كوريا الجنوبية عندها من عملت كتير من الإجراءات اللي استهدفت البشر. ما هو كل منطقة ليها مدرسة فكرية معينة في مكافحة الفساد. فالمدرسة الآسيوية بتستهدف دايما موضوع التنمية البشرية، تركز على البشر. حلو قوي. تمام، بتركز